ماني أربعة فيلم باشر على فرست تي في كنوز اف ام وتلفزيون بانس داش لايف. انا نزار شاري نحييكم ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في اول سوشيال تي في ملتي كانال في تونس. كالعاده عدد كبير من الضيوف، عدد كبير من الجهات، عدد كبير من التوانسه اللي يعملوا في حاجات خارقه للعاده وينوروا في وجه تونس في داخل وخارج ارض الوطن. دونك تابعونا، تفرجوا فينا على التلفزه، اسمعونا على الراديو، وتفاعلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي كيما الباج فيسبوك نتاعنا وين تلقاو اللايف. شنو تعملوا؟ لايك وبارتاج، وتنجموا تمشيوا على انستغرام تبعثوا لنا سيلفي وتلفزيون لايف. خلفي نعديو ديديكاس نتاعكم في المباشر من غير ما تنساو الهاشتاج تلفزيون لايف على تويتر، على سناب شات وعلى بيريسكوب لمن استطاع اليه سبيلا. أمود الاخضر جاتنا اليوم بملوخيتها على روبتها. قدم لكم مريم صباغ عبود ملوخيه. اهلا وسهلا، مرحبا بك. ملوخيتي حاره وبنينه، اي حاجه خارقه للعاده. هلو هلو اتس مي. قدمت لك دراكو. دراكو يحب يعمل ديو، شنو رايك؟ وين نغني؟ قالك وهو شو يعمل؟ يشطح. اموركم فسفس. اذا ننطلق مع بقيه الفريق في كامل فقرات الاكتيو اليوم. مرحبا بكم في المباشر على فيرست تي في كنوز اف ام وتلفزيون بوانت ساش لايف. تلقاو اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك تلفزيون بوانت، تعملوا لها بارتاج وتعملوا لها لايك. مش نحكيو على برشا ديف، مش نحكيو على توني ديف وعلى ام ديف. هيك نبداو بتوني ديف. بحضرنا سي منير المكسر، سي جمال وسلاتي من جمعيه توني ديف. مرحبا بكم. مش نحكيو شويه على نشاط الجمعيه وخاصه العرض الكبير اللي مش يصير في ليله 27 رمضان. بدا رمضان هكا ريحته تظهر هكا وبخوره يفوح كما يقولوا. ثم باش نحكيو مع ايمن مصمودي، جانا من زغوان من ام ديف، بروجرام ناسيونال للموبايل ديفلوبر، باش يقدم لنا الابليكاسيون نتاعو. تصفيقه كبيره على ايمن مصمودي. مرحبا بك ايمن. اهلا وسهلا، انسنا برشا. نبداو بك اذا تحب ايمن، تحكي لنا شويه على الابليكاسيون اللي اليوم نحكيو عليها. ابليكاسيون سبيسيال فيها برشا انوفاسيون وخاصه فيها قرب من الهواجس نتاعك. اكيد. اولا الابليكاسيون نتاعي هي اسمها ايدي في يدك، كان الهدف نتاعها اني نعاون العباد ونوصل اصوات العباد اللي ماهمش قادرين انهم يعرفوا برواحهم وبالمشاكل نتاعهم، مشاكل اجتماعيه، مشاكل ماديه، مشاكل نفسيه. الابليكاسيون هذه إل سوفي انك تبارتاجي السيتياسيون تاع اي انسان، يدخلوا العباد يتعرفوا على السيتياسيون تاعو، ينجموا يتواصلوا معاه بكل سهوله، ينجموا يعملوا كوليكت، يلموا له فلوس ولا يبعثوا له ديريكتومون فلوس باش هو يحل المشاكل نتاعو مهما كانت مشاكل صحيه والا مشاكل ماديه مهما كانت. يعني سي ريزو سوسيال للشاريتي. سي ريزو سوسيال شاريتي، كانت الفكره نتاعو هو رقمنه العمل الخيري. دونك اليوم ما عندكش مشكله في انك توصل صوتك، يعني عندك اي مشكله تهبط الابليكاسيون هذيا وتقول المشكله شنو هي المشكله نتاعك، تعمل بروفيل. كيفاش العمليه تتم بالضبط؟ اي انسان ينجم يعمل بروفيل في الابليكاسيون، وقت اللي يعرف انه ثم انسان محتاج يسفي انه يبارتاجي السيتياسيون نتاعو. يعني مش كل واحد يبارتاجي كان السيتياسيون نتاعو، يعني يوتيليزاتور واحد برك ينجم يبارتاجي بليزيور سيتياسيون في البروفيل نتاعو. تدخل تقرا تشوف الليست نتاع السيتياسيون، تختار بالوحده بالوحده اذا كانت تحب. كيفاش نعرف انه السيتياسيون هذوما صحاح ماهمش ديزارناك مثلا؟ لهنا في المرحلة الثانية نتاع ليدي نتاعي، انه لي سيتياسيون قبل ما يولوا بارتاجي وقبل ما العباد تولي تراهم يقعدوا اون اتون حتى لين نثبتوا فيهم اسكو السيتياسيون هذيك صحيحة ولا لا. يعني ثم عمل ديرير لابليكاسيون، ثم ناس تخدم ورا لابليكاسيون. اكيد. احنا تويك في المرحلة الأخيرة نتاع ام دي اف باش نكملوا لابليكاسيون بور بارتيسيبي في لي تشالنج، ومن بعدك نفكر اني معناها الابليكاسيون ماهيش باش تتوقف على انسان بالابليكاسيون، باش تولي معناها جمعيه خيريه اسمها ايدي في يدك، فيها برشا عباد تخدم مع بعضها، عباد تثبت في لي سيتياسيون اسكو صحاح ولا لا، هكاك باش نضمنوا مصداقيه الخدمه نتاعنا. دونك احنا نعملوا طلع على الابليكاسيون هذه، جبت لنا التيتوريال نتاعها، نشوفوا مع بعضنا ونزيدوا نحكيوا عليها اكثر. الابليكاسيون ايدي في يدك في اطار ام ديف. I'm
عندك روح المبادرة، تحب تعاون العبيد وتقدم يد المساعدة، تحب تكسب ثواب وتعاون محتاج فقير ولا مريض أما ما تعرفش وين تلقاهم وكيف تتواصل معاهم؟ عندك قريبك جارك صاحبك محتاج عملية ولا دواء ولا كروسة، تحب الناس توصل وتعاونوا أما ما تعرفش كيف تخليهم يسمعوا حكايته؟ اليوم جبنا لك الحل وعملنا لك أبليكاسيون تسهل لك الطريق وتقربك من كل شخص محتاج مساعدة. إيدي فيدك أبليكاسيون موبيل تعاونك وتحل ثنية الخير للناس الكل. ما عليك كان تنسلي الأبليكاسيون عندك وتعمل كونت جديد باش تلقى قائمة فيها برشا عبيد نجم تعاونهم ماديا ولا معنويا. كل اللي عليك انك تصفح القائمة، تنزل على اي اسم باش تدخل لصفحة البيانات نتاعو وتتعرف بالتفصيل على حكايته. تنجم زادة تستحفظ على الحالة في قائمة المفضلة نتاعك باش تعاود ترجع لها وتطمن عليها وتعرف شنو صار معاها. كيما تنجم زادة تشوف بروفيل الشخص اللي نشر الحالة وتعطيه نجمة باش تشكره على مجهوداته. انتي زادة وقت اللي تحب تنشر حالة وتحب الناس تعرفها وتسمع بيها، ما عليك كان تدخل وتعمر البيانات الكل وتسجلها، هكيك الناس يسمعوا بالحالة هديك ويبادروا بالمساعدة ويمكن ياسر يحطولك زيدة نجمة ويشكرك على مجهوداتك. ملا فيش مازلت تستنى، فيسا اش بالتليفونك وهبط الابليكاسيون وعمل الخير وارسم البسمة في وجوه الغير. ايدي فيدك تفيدني ونفيدك. جونا احلى جو. فادي بدر الدين يقول لك ايمن يشرف التوانسة الكل. بركة لو فيك، يعطيك صحة فادي. سلام يا نزار سيميدو، بون ترافاي. وبالله باش نوصل سلامي لأمينتي وأمي العزيزة بمناسبة عيد الأمهات، وإن شاء الله أمهاتنا الكل حيين بألف خير. إن شاء الله أمهاتنا الكل حيين بألف خير، وإن شاء الله رمضانهم مبروك بالمسبق. تو نرجعوا نحكيوا أكثر على شنية الآفاق اللي تحب تحلك الأبليكاسيون هذه، وعندك شي دوتر أبليكاسيون قاعد تخمم فيهم. لكن قبل نحن نحكيوا على العمل الخيري، نحكيوا على جمعية قاعدة تنشط بشكل كبير، توني ديف. لو كان تقدمونا هالجمعية هذه. شكرا نزار. شكرا على واجبك. تشوف قاعدين احنا ونعملوا ساعه نتك. توني داف هي جمعيه تونسيه تنمويه بالاساس اهدافها العمل الاجتماعي والانساني للعائلات المحتاجه في تونس وفي كل ربوع تونس تقريبا. الجمعيه ذي فتيه تأسست منذ 16 مارس 2016، جسدت فروعها في 24 ولايه تقريبا. الحمد لله الفروع كلها قاعدة تنشط حاليا. احنا حاليا على أبواب شهر رحمة، شهر رمضان. الحمد لله أن كل الفروع مهيئة نفسها لتقديم المساعدات لكل العائلات المحتاجة. كيفاش باش تكون هالمساعدات هذه؟ المساعدات هذه باش تكون في إطار قفة سيدي رمضان لكل عائلة تقريبا. عندنا قائمات متعددة في المحتاجين في كامل ربوع الوطن، والحمد لله نفتخر بتقديم هذه المساعدات الإنسانية والاجتماعية. مع هذا عندنا كذلك حفل فني كبير برشا لختان تقريبا 100 طفل يتيم. هذه المبادرة باش تكون على عاتق الفرع الجهوي بنابل، وسي جمال وسلاتي نجم يحكي لنا أكثر تفاصيل عن هذا الحفل الفني. سي جمال مرحبا. المبادرة هذه اخترنا ليلة 27 كما قال الأخ منير، معناتها باش يقوموا معناتها بختان 100 طفل ليلة 27. المبادرة هذه قام بها معناتها مدير النزل، ما يحبش يذكر الاسم نتاعو، باش يقوموا بحفل معناتها وتوزيع هدايا للأطفال هذوما. وبالمناسبة نحب قوم دعوة معناتها لكل رجال الأعمال واللي نجموا يعاونونا في الجمعية نتاعنا. تنجم تكون في ليلة 27، تنجم تكون في
نهارة العيد معناتها باش نفرقوا لنا حوايج العيد وهذا كل شيء، ماذا بينا معناتها الناس الكل يد واحدة ونتعاونوا في مش الجمعية نتاعنا برك، ما الجمعيات الكل معناتها قوموا بيد المساعدة. اللي حبي يتعرف أكثر على الجمعية فماشي موقع فماشي باش فيسبوك؟ فما دي باج فيسبوك على كل جهة، فما باج فيسبوك اسمها جمعية تونس للتنمية تونيديف، معناتها جوست معناتها تحط الاسم نتاع الجمعية يخرجوا لك الجهات الكل. وبالنسبة للموقع عندكم موقع؟ موقع على مازال كي تعمل مازال في صدد معناتها الإنجاز tunidev.com إن شاء الله على قريب باش يكون جاهز. اليوم كيف نحكي على تونيديف المصادر التمويل نتاعكم مثلا منين؟ كان مساعدات وإلا ثم مصادر أخرى؟ والله نزار المساعدات هي دائما ما تكون من المؤسسات الاقتصادية الموجودة في تونس ومن الأخوة رجال الأعمال الحقيقة متفاهمين الدور اللي قاعدة تقوم به الجمعية، وهذه مصادر تمويل. هناك كذلك أفكار أخرى في إقامة حفلات فنية كبرى، هذايا ما يدعم يمكن صندوق الجمعية ويكون أكثر إشعاع في نشاطاته القادمة بإذن الله. شنو هي مثلا الحفلات اللي جاية ولا مش تقول عليها تو؟ لا بضبينا احنا نكونوا معناتها احنا بالنسبة لتو مازال ما عندنا حتى مبادرة، لكن عندنا بروجرام باش نعملوا حفلات سواء في تونس ولا البرة خارج من تونس. عندها فروع الجمعية البرة من تونس؟ لا لا، هي جمعية معناتها تونسية ناسيونال، لكن المشاركة مع جمعيات أخرى، مثلا أنا مقيم بالخارج معناتها على إطار معناتها جمعيات تونسية في على نطاق الخارج. اليوم تحس أنه التوانسة اللي خارج أرض الوطن ماذا بهم يعاونوا بأي شكل من الأشكال تونس؟ بالطبيعة فما رغبة فما رغبة وفما معناتها المشاركة ما بين الجمعيات التونسية والجمعيات اللي في الخارج. اليوم الجمعية كيما تونيديف تنجم تعمل بروفيل عندك في الابليكاسيون باش تعاونها على انها تعمل شراكة وصلات مع رجال الاعمال. احنا في مرحلة متقدمة من الابليكاسيون، نخمم انه يكون ثم شراكة مع الجمعيات الخيرية التونسية، نوصلوا لهم العباد اللي تحب تعاون وهما يوصلونا العباد اللي محتاجين إعانة. وفي نفس الوقت كما قلت لك بكري باش نحافظ على مصداقية الابليكاسيون بتاعنا، باش نولوا نتصلوا بالجمعيات الخيرية في كل ولاية باش نعرفوا لي سيتوياسيون اللي ديجا بارتاجي مازالوا اون طون، اسكو هما بالحق دي سيتوياسيون ريال والا سون دي زرناك. نتمنى لو كان الجمعيات معناها تتفاعل معنا وتعطينا المعلومات اللازمة في كل مرة ويكون الهدف خيري للناس كله. باهي، اليوم المشاركة نتاعك في الام ديف كيفاش كانت لك؟ شنو اضافت لك؟ خاطر نعرف انه مشروع كبير بدا في القاصرين، عمل جولة في ولاية تونس كل، وزارة الاتصالات لاهية به برشا، الجيزات لاهية به برشا، فين وصلتوا انتم اليوم؟ احنا تو في المرحلة الأخيرة، أما قبل ما نوصلوا للمرحلة الأخيرة، بروجي كيما هذا كيما الام ديف هو حاجة كبيرة ياسر، أنا نعتبرها حاجة كبيرة ياسر حققتها تونس. على خاطر في 3 أشهر نجم تتكون عباد ما عندهم حتى علاقة بالدومين نتاع البروغراماسيون، ردتهم يصنعوا دي زابليكاسيون موبيل ويحطوهم سور لي ستور انترناسيونال. لهنا نحب نشكر السيد الوزير سي نورمان الفاري على الفرصة اللي عطاها لنا، عطاها للشباب الكل. سي زياد الرويسي زاد معاه تعب ياسر، شجعوني هما بيدهم معناها بيرسونيلمون. نتمنى ام ديف 2 ام ديف 3 باش تكون اكثر. سعاد وليتو دي ديفلوبور دونك احنا نستناو منكم تو لي زابليكاسيون، نحبوا كل بطاطا لي زابليكاسيون. احنا في الدوره الاولى تقبلوا 8600 واحد، برشا عباد بقاو نطوم ما تقبلوش، ان شاء الله في الدورات الجايه تقبلوا ناس. حتى تعرف الديفلوبور البرا راه مش يعمل كعيبه ويبدا يستنى حتى تمشي. برا يعمل 1000 كعبه تمشي له كعبه تغطي على الكل، معناتها سي كوم سا لو ديفلوبمون تاع الفايده انك تختار الفكره المناسبه باش تعملها مش الفايده في بدر بدر جلاسي قال لك برافو ايمن، سمر مسعود اهلا نزار منورين اليوم، وايمن منور بحذاكم ان شاء الله ربي معاك ايمن كوراج وقادمين عليكم جماعه الكل، جونا احلى جو. تفاعل من قفصة من عدد كبير من الولايات كيما العادة، نستناو لي سيلفي وتونيفيزيون لايف خلفي، ونستناو إن شاء الله شهر رمضان باش نحكيو أكثر على أجواء قفة رمضان، وعلاش لا نعملوا شوية صور جميلة على العمل الخيري اللي قاعدين تقوموا فيه في تونيديف. هكا تونيديف وإم ديف
قبل ما بعثتكم تو شراكه معناتها تساعدنا ياسر الابليكاسيون هذيا هكيك باش ما نقعدوش نمشيو ديريكت مثلا باش احنا باش نعرفوا لي فاميلي هذوما يعطيك الصحه يلزمنا نتعداو على المعتمد هو اللي باش يعطينا القائمه نتاع ولات اسهل بالعمل الخيري ولات معناتها هي ابليكاسيون معناتها تراكم شيء تعمل العمل الخيري مع بعض. مرحبا بكم وان شاء الله رمضانكم مبروك. نقعدوا ديما في اجواء شهر رمضان. بعد شويه نجم من نجوم رمضان في مسلسل رمضاني مش يكون حاضر معنا خالد دهويسه، ومش نحكيو شويه كوجينا وما ادراك ما الكوجينا في رمضان. راجعين بعد البرومو.